بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم زملائي الممرضين والممرضات. مرحبا بكم مع الأستاذ وليد يوسف في انطلاق دورتنا التحضيرية والتدريبية لامتحان البروميتريك الخاص بأخصائي التمريض في المملكة العربية السعودية. وددنا أن نبدأ دورتنا بإعطائكم بمعلومات مهمة وشاملة عن امتحان البروميتريك بشكل عام وعن هيئة التخصصات الطبية أو الصحية في المملكة العربية السعودية، وبإذن الله سوف تنال هذه المعلومات استحسانكم. تشرف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الامتحان التصنيفي للعديد من التخصصات الصحية. تقوم هيئة التخصصات الصحية بعقد فترات على مدار العام يمكن الممرضين والممرضات من خلالها حجز موعد لامتحانهم وتقديم الامتحان خلال هذه الفترة. يوجد بعض المعلومات المهمة التي نود منكم معرفتها بخصوص هذه الفترات، وهي أنه لا يمكنكم الجلوس لأكثر من مرة للامتحان خلال الفترة الواحدة، وتعقد اختبارات البروميتريك في 17 مدينة داخل المملكة العربية السعودية بواقع 433 مقعد اختبار يوميا. هنا يوجد بعض الروابط والمعلومات التي من خلالها تمكنكم من التقديم لتسجيل في هيئة التخصصات الصحية، وما عليكم إلا الضغط على هذه الروابط وتنتقلوا إلى صفحة التسجيل وتسجلوا المعلومات الخاصة بكم. هنا رابط لرخصة الممارسة المهنية، أيضا يمكنكم الاستفادة منه و الدخول إليه. كما هنا يوجد رابط آخر للتقديم لاختبار رخصة الممارسة المهنية لمن هم في السنة الأخيرة أو سنة الامتياز. لقد قمت من خلال هذه المحاضرة بوضع العديد من الروابط التي تهمكم وتحتاجونها خلال تسجيلكم في هيئة التخصصات الصحية أو حجز الامتحان أو أي غرض آخر. بعض الروابط التي تهمكم هذا في الرابط الأول، اللينك الأساسي لهيئة التخصصات الصحية، وبالرابط الثاني يمكنكم من خلال إنشاء حساب وتقديم طلب الموافقة على حجز موعد. الرابط الثالث هو يمكنكم استخدامه للاستفسار على نتائج اختبارات الهيئة. وأما الرابط الرابع فهو رابط موقع شركة بروميتريك في حال رغبتكم بحجز امتحان للهيئة. نأتي الآن على موضوع مهم ومهم جدا، وهو امتحان تصنيف المهني أو البروميتريك الخاص طبعا بأخصائي التمريض. يسأل البعض عن عدد الأسئلة الواردة في هذا الامتحان. بالعادة عدد الأسئلة الواردة بهذا الامتحان 150 سؤال، وهي عبارة عن أسئلة اختيار متعدد أو multiple choice. عدد جلسات الاختبار ومدة كل جلسة، يقوم الممرض أو الممرضة بالجلوس للامتحان على فترتين، كل فترة تمتد ل 90 minutes أو ساعة ونصف، وبكل فترة طبعا 75 سؤال. طبعا لو قسمنا 150 سؤال على 3 ساعات، تقريبا لكل سؤال دقيقة وبعض الثواني. لذلك شيء مهم يجب أن يقوم به الطالب، وهو خلال تأديته للامتحان يجب أن يقوم بتنظيم وقته وتنسيقه حتى لا يفوته الوقت. يتخلل الجلستين الخاصتين بالامتحان 15 minutes break.
نتيجة الاختبار بالعادة تحتاج من أسبوعين إلى 6 أسابيع، وهذا هو الرابط الذي يمكنكم استخدامه للحصول على نتيجة الامتحان. هذا هي الصورة أو الصفحة الرئيسية التي تمكنكم من الاستفسار عن نتيجة الامتحان. ما عليك إلا إدخال الإليجيبيليتي نمبر أو رقم الطلب الخاص بك وأول 4 أحرف من اسم عائلتك. المجموع المطلوب للنجاح 500 points at least. أما الآن فسوف ننتقل إلى موضوع مهم ومهم جدا، وهو محتوى اختبار أخصائي التمريض. اختبار أخصائي التمريض هو اختبار شامل وكامل يغطي جميع أجزاء وجوانب تخصص التمريض بشكل عام. لكل جانب من جوانب التمريض أسئلة في الامتحان، ولكل جانب من هذه المواضيع برسنتج معينة من أسئلة الامتحان. من هذه البرسنتج مثلا الـ Fundamental of Nursing تقريبا بيأخذ 10% من أسئلة الامتحان، تقريبا 15 سؤال، يعني 10% of 150 سؤال، 15 سؤال من امتحان الهيئة خاص بالـ Fundamental of Nursing. Medical Nursing 14 سؤال، Surgical Nursing 14 سؤال، يعني 30 سؤال Medical Surgical. الماترنتي 8% من الأسئلة، تقريبا 8 أسئلة. البيدياتريك 8%، الكريتيكال كير 10%، السايكاتريك 8%، الكوميونيتي هيلث 10%، الليدرشيب اند مانجمنت 10%، ريسيرش اند ابيديميولوجي 8%. احنا بإذن الله من خلال برنامجنا التدريبي والتحضيري قمنا بإعداد أسئلة خاصة بجميع هذه المواضيع، وهذه الأسئلة عبارة عن تركيز على النقاط الهامة المتكررة في امتحان الهيئة، وسوف تجدون بإذن الله بكل سؤال تلخيص لموضوع كبير وكبير جدا بأسلوب بسيط ودقيق وسلس. سوف الآن نتناول بعض الأمثلة على أسئلة الهيئة. كيف تأتي أسئلة الهيئة؟ أوكي، أسئلة الهيئة مثل ما قلنا هي عبارة عن multiple choice questions. بالعادة يأتينا مثلا سؤال مثل هذا السؤال الذي أمامنا: A patient is newly diagnosed with insulin independent diabetes and asks the nurse what is the reason of having the glucagon injection at home for emergency use. What is the best response for this patient question؟ طبعا عندنا الخيارات، وانت بالعادة ما عليك لتعمل كليك على الخيار الصحيح وسوف تنتقل الى الصفحة الاخرى. طبعا هنا امثلة اخرى لأسئلة الهيئة يمكنكم الاطلاع عليها ومشاهدتها. هنا ايضا مراجع الامتحان، ما هي مراجع الامتحان التي تستطيعون الرجوع إليها ودراستها. طبعا يوجد مراجع خاصة بالفارماكولوجي، النيكليكس والإيثكس اتسترا. احنا من خلال دورتنا قمنا بالتركيز على المواضيع التي تأتي بشكل متكرر في امتحان الهيئة، والمواضيع الأساسية التي يجب على طالب التمريض أن يكون ملما بها، وقمنا بشرحها ووضع العديد من الأسئلة المهمة عليها. أتمنى في النهاية أن أكون وفقت من خلال هذه المعلومات التي قدمتها لكم، وانتظرونا بإذن الله من خلال برنامجنا أو دورتنا التي قمنا بالانطلاق فيها، وبإذن الله سوف نحقق ما هو مرجو منها، وسوف نساعدكم على اجتياز امتحان الهيئة. لأي استفسار وسؤال نسعد بتواصلكم معنا من خلال هذا الإيميل،
والواتساب والتويتر. نأسف على الإطالة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.